ككل عام تحتفل المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني، وتقوم وتشارك في ذلك جميع سفارات المملكة في العالم. وعلى هذا المنوال دأبت سفارة المملكة ببلجيكا ودقية لوكسمبورغ على إحياء هذه الذكرى العظيمة في جو من البهجة والمشاركة الواسعة هنا في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور سياسيين ودبلوماسيين، سفراء ورجال أعمال وأحزاب وشخصيات مرموقة تمثل مختلف مؤسسات الأوروبية وكذا السلطات ببلد الاعتماد. هذا اليوم المجيد الذي نستذكر فيه ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، ليسجل لنا التاريخ الحديث، أعظم وأنجح وحدة سياسية جمعت الشتات ووحدت الأطراف ووجهت المقاصد إلى بناء ووحدة وطننا الغالي الذي استمر فيه البناء وتواصل الإنجاز عندما حمل أبناؤه بعده الراية وصولا للعهد الميمون، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رعاه الله. وأدعو الله عز وجل بهذه المناسبة الكريمة أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة بالخير واليمن والبركات. إنه يوم خالد في حياة المملكة العربية السعودية التي أنجزت على طريق المجد والكرامة والرقي والتطور حضوراً عربياً ودولياً يشهد له الجميع عبر مواقفها وحضورها وتأثيرها العربي والعالمي في شتى المجالات السياسية والاقتصادية التي تشرف المملكة وأبناؤها. دور السعودية في العالم طبعاً كتير مهم، لأنه موجودة يعني طبعاً على الخارطة العالمية، وكل العالم تحترم البلد وبتقدر مواقفه يعني، وهن بيجربوا يعملوا دائما احسن شيء. ف يعني بعتقد انه لا، صوره السعوديه كل ما لها بالتحسن والعالم عم بيقدروها اكثر واكثر. انها المملكه العربيه السعوديه بقياده خادم الحرمين الشريفين، وهي تترك في كل يوم وفي كل محفل ومناسبه أثراً بناءً في الدفاع عن قضايا الإسلام والمسلمين بامتياز يعرفه ويشهد له الجميع. نهني المملكة بعيدها الوطني، عسى الله أن يعيد على هذا العيد إن شاء الله بالازدهار والتقدم. دور المملكة في الخليج وفي الإقليم العربي والمحيط العربي والإسلامي دور فاعل، ودائما العالم ينظر إلى المملكة كدولة قيادية للعالم الإسلامي، وهي الحاضنة للاتزان في العالم. لقد حققت المملكة ما حققته من إنجازات اقتصادية وسياسية، وبرزت كقطب عربي وإسلامي سياسي واقتصادي واجتماعي مرموق، كما أنجزت للمواطن السعودي حياة واعدة كريمة، وتعطي العرب والمسلمين عونا وسندا لا يكل ولا يمل، وبرزت في مناسبات دولية وعالمية كفاعل في السياسة الدولية والخليجية والعربية والإسلامية في كل حين. إنه يوم من أيام المملكة الذي يكتب فيه السعوديون بقيادة خادم الحرمين الشريفين حضورهم ومجدهم وعزة وطنهم، ويقول فيه القاسي والداني إذا قالت المملكة فصدقوها. لبرنامج صباحيات السعودية، زهرة برويجات، قناة المملكة العربية السعودية، بروكسل.